أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. احتفى مجموعة من الشباب والفتيات يوم أمس في جدة بكرنفال خاص بالأيتام، أطلقوا عليه كرنفال النجاح. إيش قصة هذا الكرنفال؟ حنعرفه بعد ما تشوف التقرير اللي عادته لنا الزميلة سناء شرف. نشوفه سوا. على منح الآخرين ابتسامة، هم من يشعرون بسعادة لا توصف حتى وإن كان ما يقدمونه على سبيل التطوع للآخرين. هذه المرة كان الموعد مع الأطفال الأيتام والأسر المحتاجة، بينما كانت المناسبة هي النجاح وأبطالها مجموعة شبابية تتغنى باسمها الجميل نبض الأمل. الكرنفال هذا بيدعم أيتام الجمعية من أجلك يا وطن، بتغطي معانا وبتسوي معانا، طبعا قد سوينا اكثر من فعاليه بهذه الطريقه معاهم. هم كلهم اصلا الكرنفال هذا من اجل الايتام، كاملا من اجل الايتام. نبض الامل بدايه هو بدا من السنه اللي فاتت تقريبا شهر 10، بدانا فيها. الهدف كان منه اصلا انه المتطوعين والمتطوعات يجذبوا الاطفال انهم يكونوا متطوعين بداية، كان وانه نعرف ايش هو العمل التطوعي، ايش المجالات اللي نحن ممكن نتطوع فيها ونعرف بها للاطفال. واليوم في الكرنفال كمان عندنا قسم انا متطوع، هذا القسم عملته انه اي احد من الاطفال حابب انه يتطوع انا ممكن اني اخليه يتطوع ويكون هو قائد حفل. تنوعت المواهب الطفولية في هذا الملتقى، فمن مسيرة النجاح الى استديو الاطفال، ومن المسعف الصغير الى المقدم الصغير، وكلها فعاليات تم تنسيقها لهذه الفئة الغالية في لمسة تفوح بالتكافل الاجتماعي أبطالها هم من الشباب. نحن فريق نبض الأمل التطوعي، نحن شاركنا في الكرنفال على أساس أنه الكرنفال هذا نظمناه للأطفال الأيتام على أساس حفل تخرجهم، الأطفال الأيتام والأسر المحتاجة والأطفال أطفالهم. بنعطيهم كل طفل يعني يرسم، بنعطيهم أوراق ويرسموا رسمة، وطبعا بنحفزهم بهدايا وجوائز وأحلى رسمين. السيارة حق الدفاع المدني لما دخلنا جواتها عجبني كل شيء اللي فيها، وهذه الأركان اللي هنا هذه كلها عجبتني. فعالية قد يراها البعض مناسبة عابرة، ولكن حين نعرف بأن خلفها جهود شخصية من فريق تبرع أفراده بالوقت والجهد لإدخال السعادة على الأطفال، فهذا يستحق وقفة، فهو عمل ينمي حالة من احترام الآخرين وتقدير العمل المفيد، ويؤدي لمزيد من الخبرات للمتطوعين. لبرنامج سيدتي سناء شرف، جدة. طيب احنا مشاهدينا الكرام شفنا التقرير، ويعني شيء جميل وراقي ورائع انه يكون في مجهودات تطوعية لرسم الابتسامة على وجيه الأطفال الأيتام، لأنه هم جزء من المجتمع، وبالنهاية يعني أيا كان ممكن يكونوا في المستقبل منتجين أكثر من الأطفال العاديين حتى أو غير الأيتام. إحنا عندنا الكثير من الجوانب اللي حنناقشها مع ضيفتاي بالاستوديو. معنا اليوم الأستاذة رانيا أبو خديجة، مؤسس مجموعة نبض الأمل، والأستاذة نوال الزهراني، استشاري نفسي، عضو مجموعة نبض الأمل أيضا. يسعد مساكم. حياك الله رحبك. أهلا وسهلا. ألف خير أستاذة خلود. أهلا وسهلا. ويربي كذا كل الصيف إن شاء الله، وحتى مواسم السنة كلها تكون فعاليات وأنشطة، يعني إذا كان فيها الخير اللي في الأمة هذه اللي قال عليه الرسول، وما زال اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، لا يزال الخير في أمتي باقي. صحيح صحيح، وأنا أهنيكم على عفوا اجتماعكم بعمل الخير. يعني عمل الخير لوحده، يمكن هذا العمل ما كان عمل سهل، يمكن كانت فكرة راقية لكن تنفيذها كان ربما صعب، لأنه كنت بتجمع ناس وفيها تنظيم إلى آخره. لكن يعني من البداية إيش اللي جمع بينكم أستاذة خديجة أو أستاذة رانيا؟ عفوا. الله يسلمك. أولا أشكرك على استضافتنا في الاستوديو. شكرا ليكي. اللي جمعنا في نبض الأمل صراحة هم شباب كذا تجمعوا وقالوا إنه نبغى نسوي جروب نسميه نبض الأمل، على رأسهم أستاذ مازن السقاف، أستاذ تميم العمر،
فما شاء الله بدأوا جو كلموني ويلا ندخل، والحمد لله اجتمعنا في شهر 10 تقريبا. بدأنا نعمل فعاليات، بدأنا نجمع أسر متعففة أيتام، طبعا هذول كلهم نحن مسمينهم أطفال نبض الأمل. لا نطلق عليهم أيتام أو إنه أسر متعففة، ولكن أطفال نبض الأمل. نبض الأمل. إيه نعم. تمام. وإيش اللي بتقدموه في هذا الكرنفال؟ الكرنفال كان بمناسبة نجاحهم. طبعا هم كلموني وقالوا نحن نجحنا ونبغى نعمل حفلة، قلت خلاص الحفلة عليا. طبعا عملنا في واحد منهم كلمك قال لك احنا نجحنا ونبغى نعمل حفلة. ما شاء الله. قلت خلاص ان شاء الله نعمل لكم الحفلة. كلمنا قرية السامرية، طبعا اعطانا الموقع الله يجزاهم خير. بدأنا بالترتيب، جمعنا المتبرعات من المتطوعات، ما شاء الله كل واحدة دفعت اللي تقدر عليه، وبدأنا من قبلها بيوم نروح ونرتب ونسوي ونعمل. وثاني يوم جمعنا باصات راحت جابت لنا الأطفال من بيوتهم، وبدأنا بعمل الاحتفال وعملنا لهم مسيرة النجاح الحمد لله. طبعا طيب. يمكن أختي وأستاذتي والقائد تبعنا أستاذة رانيا هي ذكرت لك جانب واحد من الجوانب أو الأهداف اللي كانوا حاطينها نبض الأمل، وهذا السبب اللي يمكن خلاني من الأسباب القوية اللي دفعتني لإني أنضم لهذا المجموعة الفتية، إنهم هم يمكن في مجموعات كثيرة وإحنا شايفين إنه في نشاط غير يعني مسبوق للعمل الخيري والتطوعي، لكن اللي ميز نبض الأمل واللي خلاه يعني بهذه القوة إنه من الأهداف اللي حاطينها ليس فقط الأهداف الخيرية اللي هو فقط الأيتام والمسنين أو ظروف الخاصة، يعني الهدف مو كان الحفل فقط، لا هم عندهم أهداف بيشتغلوا عليها على طول السنة. يعني عندنا كده فعاليات طول السنة، يعني عندنا أهداف فكرية اللي هو توعية الفكر، كثير من الظواهر بنشتغل عليها طول السنة، مثلا ظواهر يعني إذا في ظواهر سلبية ممكن يقدموها، زي مثلا في المحافظة على البيئة، في بنينا فكرة قبل فترة. تتكلمي على أنواع النشاطات اللي بيعملوها. أيوة. كان عندهم اللي هو كمان عن التحرش اللي هو توعية الأمهات. كان في قبل فترة أنه في التأهيل الشامل، لما كان إحنا كل المملكة بتفرح بالجنادرية والتراث وتراث الأجداد، فكيف ننقلهم وهم عندهم ظروف خاصة لهذه الأجواء. فكان نبض الأمل يمكن كثير عملوا معارض، لكن نبض الأمل نقل لوحة استعراضية وشاركوا أطفال التأهيل الشامل والرعاية الاجتماعية هذه الطقوس. يعني بدأوا معانا يمارسوا بعض الرقصات الشعبية، بعض هذه من الأشياء اللي يعني تدمجهم وتحقق لهم سعادة. طب إيش انعكاس مثل هذه النشاطات على نفسية المتطوع وعلى نفسية مثلا الأطفال الأيتام، إيش انعكاسهم؟ ما تتخيلي قد إيش. يعني أستاذة دايما تقول، وإحنا نقول في نبض الأمل، إنه إحنا نقدر نحول الألم عفوا لأمل. من هنا كانت الفكرة كالنبض، يعني كأنك بتنعشي روح الأمل في أي ألم أو أي وجع. فما تتخيلي قد إيش، يعني لو يعني شيء ما يتوصف، مرات حتى المفردات ما تنقذك في أنها تعطيكي وصف لهذه المشاعر، أنك قدرتي لو تضيفي سعادة نقطة 1%، قدرتي تساهمي في تنمية فكر في مجتمعك، قدرتي تبني، قدرتي أنك تكوني مشاركة في التنمية. طبعا هذا كله أخذناه من فين؟ خضار هذه الأرض أعطتنا خضرة قلوب لننطلق. يعني أنا أقول يعني كل يوم، كل ما أشوف الشباب وأنا بينهم وأنا وسطهم بهذا التوجه وهذا الهاجس، أقول إنه القادم أجمل بهذه، يعني بهذا الفكر الرائع. نعم. هم جايين بقوة. تفضل أستاذة رانيا. أستاذة رانيا، يعني حضرتك لك خبرة في المجال وعمل التطوعي. نعم. طيب إيش المتطوعين، أكيد في صفات تجمعهم كلهم، في جزء منهم، وأنا حسأل الجزئية هذه للأستاذة نوال، في جزء منهم بينفر من العمل التطوعي، لكن خلينا معاكي بالناس اللي يبغوا يتعاملوا بالعمل المتطوعي، ايش الصفة، او يبغوا يقدموا اعمال تطوعية، ايش الصفات اللي بتجمعهم؟ صراحة عند المتطوعين دائما بيحبوا عمل الخير. يعني كلهم يجي يقولوا لي نحن نبغى نعمل شيء لوجه الله. نحن ما نبغى عارض او لكن نحن نبغى نجتمع مع بعض عشان نعمل الخير، عشان نفرح الاطفال،
عشان نرسم البسمة على وجوه الأطفال صراحة. وهذا أنا أمس شفته في الكرنفال. يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا عندي الشباب والبنات يعني من أجمل المتطوعين، أول مرة صراحة يعني يمروا علي. إيش بتحضروا لهم دحين إحنا على أبواب رمضان؟ إيش بتحضروا لهم؟ الآن عندي سلة غذائية إن شاء الله بتكون مع نادي جدة التطوعي. نحن وفريق نادي جدة التطوعي حتكون في سلة غذائية. برضو إفطار صائم إن شاء الله في رمضان. وبعد رمضان إن شاء الله بنعمل لهم حفل في العيد، إنه أول يوم العيد نعمل لهم حفل نستضيفهم في مكان وإن شاء الله نكون قدها. تمام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب أنا سألت الشق الأول من السؤال للأستاذة رانيا، الشق الثاني اللي هو ليه بعض الناس بينفروا من العمل التطوعي، بيشردوا منه كأنه شيء مخيف بالنسبة لهم، شيء ما أدري بيذكرهم في حاجة ما أدري. هو يرتبط بالأول من الشخصيات دائما اللي تلاقينها سباقة، اللي عندها المبادرة وروح المبادرة. روح المبادرة هذه روح عالية ما توجد إلا في الإنسان اللي عنده ثقة، عنده حب للخير، عنده طبعا العطاء. طبعا هذا في شيء ولد الإنسان مزود فيه، تلاقينه من هو صغير دائما يعني تلاقين عنده هذا الجانب يعني تلقائيا بالفطرة. لكن الأسرة يا تنمي يا يعني دائما تقول له لا، مثلا انت هذا الشيء ما يعنيك، ما يخصك، خليك في حدود نفسك او حالك او تقمعه او ايوه. فالتربية ممكن تساهم، حتى الشخص اللي ما ينولد بهذه السمة في اللي هي سمة المبادرة، ممكن الأسرة إذا هي مبادرة أو عندها هذا الروح أو الهاجس العالي ممكن تنميه فيه وتخليه يخرج من حدود أنا وذاته لشيء أرحب وأوسع. لكن الشيء المبشر بالخير واللي أنا شايفته الآن ما شاء الله يعني في كل المجاميع، أنا مو بس ترى أنا عضو رسمي في نبض الأمل، ولكن أشارك كل الفرق التطوعية يعني في أنشطتها. يعني أقول لهم أنا حكون إذا حابين مساعدة ممكن أكون معاكم. اللي خلاني كذا إني لقيت إنهم هم الأجمل كمان، يعني لقيت مبادراتهم دائما الأجمل وتلاقيهم من كل الأعمار. يعني إحنا عندنا في نبض الأمل عندنا طفلة ما تتجاوز 9 يعني عمرها 9 سنين، فتلاقي في كل الفئات وكل الأعمار بتشتغل إنه نبغى بلدنا أحسن، مو بس حكاية إنه عمل خيري. إحنا يعني هذا العمل الخيري والانتحاء ناحيته شيء وارثينه يعني من الجدود، يعني هو شيء إرث. لكن الشيء اللي أنا شايفته زيادة في الجيل هذا إنه نبغى يعني بلدنا أحسن، نبغى الأفضل، نبغى نساهم، نبغى نغير، نبغى نحط يدنا. يعني كانت في مبادرات حتى لدرجة إنه كان في مبادرة تبني حفرة، كانت هذه تساهم في إنها تقفل الحفر اللي في الطريق، عشان يعني هذه واحدة من المبادرات الشبابية اللي كانت رائعة. إيش اللي بيدور جوا عشان ده كله؟ إنه صار في وعي أكبر إنه مؤسسات المجتمع المدني اللي هي تتمثل الآن لحياة أفضل. لأنه إحنا يمكن العمل الخيري سد ثغر، يعني يكون في ثغر بسيط ما انتبهت له، يعني ما كان في مساهمة من الجهات الخيرية الحكومية أو شيء فيكون. لكن في الأعمال اللي بشوفها لا، إحنا معاكم شركاء في التنمية، إحنا بننطلق. بس يعني إحساسهم بالمسؤولية، هذا إحساس بالمسؤولية. أستاذة رانيا، ما في شيء بتحفزوهم للشباب المتطوعين؟ تكريم، شكر، أي حاجة؟ إلا طبعا أنا عندي في الجروب صراحة بعمل لهم تكريم، بعمل لهم شكر، شهادات شكر. أمس كانت مقدمة من السامرية ومن فريق نبض الأمل التطوعي. طبعا السامرية ما شاء الله ما قصروا معانا صراحة في طباعة الشهادات، في توقيعها، في تقديمها، الله يعطيهم العافية. فدائما بنحاول أنه نحن نحفزهم ونشكرهم، أنه حتى أي عمل بنروحه مثلا أنه أنا أطلب أحيانا من المكان أنه أنا ما أبغى حاجة، لكن أنا أبغى للمتطوعين والمتطوعات عشان هم كمان يتحفزوا أنه يساعدونا على فعل الخير، أنه هذا الشيء هم نفسهم حيعطيهم حافز انه لا نشتغل مره واثنين وثلاثه واربعه. تمام. صدقيني في البدايات ممكن يكون هذا الحافز، لكن بعد ما يقوى الدافع لما اشوف ابتسام الطفل، لما اشوف انه انا ساهمت في شيء او 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 اثرت في الراي العام باني اغير فكره سلبيه، هذا اكبر من 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 الشهادات. انا دائما حتى ضد اقول انه العمل الطوعي هذا لا يكون له اي حتى الشهادات. اكيد اكيد. احنا نتمنى لكم كل التوفيق في عملكم التطوعي، في اعمالكم التطوعيه المستقبليه ان شاء الله، تستاهلوا كل الخير وكل التوفيق والنجاح ان شاء الله. وشكرا لكم لنا سيدتي. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. وشكرا لكم ولسيدتي اللي شاركتنا ادق تفاصيل حياتنا. شرف لنا. الله
الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة الإنسانية ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، أجمل الأفكار لتجسيد الجمال وتحويله إلى واقع ملموس من خلال الشكل والمظهر والأزياء.